هو الجوهره السمراء، هو نجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن ربيع ياسين. تعالوا مع بعض نستقبل نجمنا ونشوف ايه حكايته. ليه حكايات كتيره جدا ونوادر كتيره جدا، سواء معايا او مع المنتخبات او مع الانديه او مع النادي الاهلي. تعالوا نرحب بنجمنا ونبدا معاه مشواره في حكايته. كابتن ربيع، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ ازي كابتن؟ بخير؟ ازي حضرتك؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله يا كابتن. اخبار الاسره كلها؟ كله تمام بفضل الله. اخبار شغلك ايه؟ الحمد لله. مركز انت بسم الله ما شاء الله في شغلك. الحمد لله. لازم نركز في شغلنا. امانه وشغل كده بقى. ما انا ما طبعا امانه ما شغل امانه. انت طول عمرك راجل بتحب الالتزام وطول عمرك حتى عايزين يجيبك معانا حلقه في الحلقات وعمال تلعبنا شويه بكره طب بعده طب خليها الاسبوع ده. مش فاضي. انت عارف الشغل الكوره مجموعة قوية وبتاع، فبحاول ان انا اوصل رسالة عن طريق العمل الصح يعني والجاد والانضباط، وده اللي اتعودناه من مدرسة النادي الاهلي يعني. اكيد ما دي هنتكلم فيها. انت شايف الدوري الدرجة الأولى، انت يمكن أول مرة تشتغل في الدوري الدرجة الأولى مش كده؟ أصعب. لا اشتغلت 10 سنين لما اعتزلت. عشر سنين قبل ما اخش المنتخبات. الشغل صعب فيها اكتر من الفريق جدا أوي. اصعب من الدوري الممتاز الف. ليه؟ لان احنا مجموعة القاهرة مثلا فيها فرق 16 فريق، فيه من ال 16 10 عاوزين يصعدوا، 10 هيصعد واحد ويهبط اربعه. انما الدوري الممتاز انت بتمشي مره تعادل مره تكسب، هو محسوم الدوري بقى محسوم بحياتك. فانما مجموعه صعبه جدا وقويه جدا ودوري صعب. انت شايف ان ممكن يطلع نجوم كبيره قوي من الدوري الصعود؟ في نجوم طبعا يا كابتن. ثلاث مجموعات، صعيد، بحري، القاهره. وخلي بالك في نجوم كتيره جدا طلعت من ممتاز به. انا منين ممتاز به اساسا؟ حماده صدقي، احمد حسن كتير جدا. اسمع، انا ما شفناه، ما بنشوفش الفتره دي حاجه. لا هو حضرتك فيه، بس الـ هي يعني الاختيارات كل اختيارات طبعا. والنهارده احنا برضو بنتج لافريقيا شويه بحياتك الانديه. انما في اسماء في الدوري الممتاز به تلعب دوري ممتاز الف يا كابتن مصطفى، واسماء تقيله جدا ولعيبه تقيله، انه دوري قوي.